ذني ده سؤال واضح، سؤال فصل وذني مستي ويشم رهاد مجازي وذنان ذني كشم وإن المجازي من استد... هل قاله الإمام أحمد؟ قاله إمام مالك؟ إن شو صحابي من استوي مجازي ما يستوي ذر هذا أولا صدق تساس مقط الحروف الكسولة. ثانيا جطر النار مش وذي يتهم الكيف، الكيف لا يهمني، الله غاص دار أمو سيبيو أمو مقراج أمو فوناس أمو غيور، الكيف مش ولا يتهمني السؤال مقغاس الله غاص فوس أدم دويغ الآية يقار الله ذي القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان الله غاسف السن الكيف لا يهمني كولورنسن لا يهمني غاسد وضر لا يهمني ولكن غاسف السن الله غاسفوس هاقا ماني جا المشكل يخصا ما طاز مدرع قرنم خميم يقار بنادم المعنى وحدس الكيف وحدس سؤال الله غاسفوس شنفني مجازي مستوي در هذا اذا شن كافره لان الفراق ضال الغير اني وجه شزي اهل السنه المنكري السنه منكري الاحاديث الفراق ضال ضد اهل السنه والجماعه قال هذا تقاس شمش موجه شي دنزي اهل السنه والجماعه شمش شي عشت الظاهر نخشم جاهله اوكي زري ثانيا ذا شنت مسرعين خصا خاصنت نحوط خاصنت نحوط قال قول يخف الناس يجن الطريقه وكيستوشيا برافو ايوزيشن خنشات سقسير صغات غصدر هذا يجيني الجوكر واه غصدر امو ضارينو لا اذا ليس كمثلها شيء نفس الشكل الله الله غصفوس واه أمو فوسينو لا إذا ليس كمثله شيء وهكذا وهلم جمع إنما أبو شيمة فمذا الأخت الكريمة الله ذي عهدنا الرسول طوات سقسان خمسرين الصحابة الله يقارف وجه الله الله غس ضحك الله لعبد الله يضحك خمي يا رسول غاري تغيس نشيني الله يضحك راه قرينو من غي خير من غي خير راه قرينو هذه خير لانه ذو الضحك يسنغنش وذني بوش الضحك يجا شان الصوت مغنيني شان حاشت مش سنغ الضحك هو ذي القهقه اذا الله يضحك وسيد الفراق النغني الكيف غير معلوم مجهول اذا دني شن نوعيه الضحك النغنيني خصنا غادا تجاوبن انك الله غاس السماوات في ذي جبل الارض في اصبع والسماوات في الاصبع والاشجار الترابين في اصبع والخلائق في اصبع وينزل في الى السماء الدنيا في الليل كيفاش كيفاش خص هذا شرح غاس غايثوم تناقضات ذي الدينش خبيك ني وين تسقسى بنادم تبدا ما تزيكزاكا اتقضع وتتجنبو بنادم كن هذيك مراورنس سريري الوضوح هانسي وصل مراجع القران تفضل وما يعلم تاويله الا الله ذني الآية تناقضي تقريه لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واش يعلم تأويله ولا يعلم واش نسين السني ونسين ما نرمز شني وغاون تناقضات اوكي ذني وذني ذا سنتيو في تخريجات ولكن تخريجات غير مقنعة الدليل على هذا هو ذا الإمام مالك هو ذا الإمام مالك ذي العهد الإمام مالك إتوغا قارن ديجل المجمع الآية ني استوى على العرش
استوى على ماذا؟ الله سبحانه وتعالى على العرش، يعني قيم سجي العرش. الاستواء هو العلو. استقصاتي جن الطالب احد طلبته ملي تغيجن تغيقيم ذني ذي المجمع، الناس ما يمشي قال الله يقيم خل عرش السي الامام مالك، ما ناويه كي قد امام ما زلت اخت جواب ندير عهد منها تغي الجواب نس القمع يوز الخاس. إن الناس أخرجوه فهو ضال، إنك الكيف معلوم، إن الإيمان به واجب، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن هذا إن الرسول لا، إن الإمام مالك الرسول تغيوصف الله على الطريقة البشرية المحضة. الصحابة عمس وسقسن وجه الله، الله غسطون، الله يرى، الله غستنفسك ذكر عبده في نفسه، الله غستنفسك غستنفسك غدخ، الله غصوت خشب مرافن كان صوت من الله ايه غضار مرافن كان اهل السنة وجماعة الصوت من الله كفان، الله غصوت الله غا الصوت غاوم رخبارة أقاوم تبع عارفين القاطيع بوكي كني واثغرين سنم السبب من الكفر، السبب الفراق ضال الله يديف وندخل وصي مش حامل فرقة مميتو تواسم مرخو ضال الله الفير. لماذا افترق الإسلام؟ هي الصفات وافتارق نبوخ العبادات نيخ افتارق خشنت بسرين واو افتارق نخسخ الصفات الصفات، لأن هذه جل المشكل ضام قران ذي الدين. لأن يا الرسول تغذي العهد ذي العهد الناس تغير يتعقد وها تغير فالحمر ني المستنفرة ممشي الناس زفزافي وفيغيان تغوات سقسان تغسنن سنن الغزوات سنن النكاح ذي الملك اليمين أرماني يموت سيدي النبي وسين ديال صحاب العقول رومي دوفن وثن صحاب إيران صحاب الفرس رومي دوفن الإسلام وشي يوقع لي اختلاط تغعري بانوات سقسان الأسئلة تا وسين تتزي العراق زي أهل بابل وسين تتزي رومي في الإسلام غشان ذي البلاد الفرس غيوذني تغغي دا الحضارات تواخمد غياس وعري بوش غا غالبيلة فارس بدا غا فني يعني سقسا غا يدف الإسلام غا العراق وش سنيني الدوم القيامة الدوم القيامة إن شاء الله هدي يسار الرسول أنا مش تورم دي هذه تزيري أصحاب العراق الناس الله غاسل جهاني غا ثومات واش الله غاسل جهة الله خالق الكون خصك تستوعب العظمة الله باش تفهم السفاهة من وصف من الله ذي الأحاديث ذي القرآن. الله يقارك ذي قدار ذي جهنم أو مش واش يقصح الله ذي قدار ذي جهنم يقصح لا ويقصح شا ولكن هل ستساون تذيري جند حاش كتار زي الله قيوس بنادم ذي الحديث يقارك الله غاص العرش خذني صار بعيد وضان زيادة فمشان تنين هذي سيقي مع الرسول عار بعيد وضان النين شين نحسب على حساب المؤخرة مع الرسول ما يسغي يقي مع الرسول أكوغز ديس من ديك ديبان ثومت من ديش ديبان العربان تغوى تسقسان ولكن صحاب العراق تسقسان قالنا كيف شاء الله هذه قيم خل العرش هذه حسبها كوغز ديس نصار بعيد وضان هذه حسبها كوغز ديس نصار بعيد وضان هذه صغي مع الرسول العرش طبيعة الحال وسع السماوات والأرض قذني ذني الدعاء يقارف اللهم إني أحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. ما معنى زينة عرشك؟ أي رميزان العرش والعرش اللي غاس الوزن خمي خصي تغيم الله يتق الأطيط يتق قققققق توريدا من الكرسي خمي تغيمي خل الكرسي وكشو خمي خاص غير ماس الوزن أنك يتق قققق نيغ الكرسي نجد
نفس الشيء لديه أطيت يودان سقسان الفرس الله غاس تقد قاين يخميك السين حملات العرش دار النص يهكوا ذي سبعة أراضين يتغانشا الأرض دار النص يتاس ذي سبعة أراضين صدقرن الله الله غارس الكتلة الله يخضع للكتلة أثومات تغيرك يا روحي وذان كفانا مني وهاني ما تغيرك يا وذان كفان خزاواش صغيراني ما تغير أمي وذان كفان كفان خمسرين خروانياني الله دي الدين الإسلام سفيه ما لا تغري الدين ما لا تغري الدين نيشان التفديش الدين يجل إله بسيط إله تفكير بشري محض ذاني تمد يس أبو شيماد بن الريف أشيني واسخد عن بور عقرة الله قد سخد ممر عقر قد نيشان حش وتتقبل بور عقر النقل قبل العقل أتسخد ممر عقد كفار قريش يستغفر استغفروا ولا تفكروا ها قال أسئلة يا وهندي ننبون الشين قال ننت أصحاب الحضارات إني غيجا بلاد الرافدين الأشوريين ننت الفرس يسقسن عربان عربان أوين شابود الدين الثقافة وين شابود الدين نسخ الأجوبة الأسئلة انت العرب عربان غنسر مش قيجو شي جاوب خنيكاح خصم غارف ما مش غاف تساكوار قاز نصديقا ما مادق الدعاء ما تتكسي تزيد الضبور ما مش غاف تقجع في دارين ما مش غاف طاع تخويف انتمغار ذاكش ما يدي السن وعربة شي جاوب أما الأسئلة الحقيقية الله الصفات من الله أثني كاكيس نتسيب أثني خميت غاي كاربنا ما دي سقسات القصانة سسجيف صح والمعقول واه تا العرب انت ابو شيمه غير روح على يوتيوب من ابو شيمه هكذا المرأة والنكاح من الدبور من القبول ابيش غا تصدق الذهب ما يهزيس غا في عشار ما يمش غا تلقى القوامة هاك مي غا صغا ابو شيمه الصح والمعقول ينتشر نسيفنا وني واصبوا الجوابات ومات كين خاص كتب وكتب شو هذا سندي كارشه أيوزة ثم تشكر.